فاحنا كنا معكم في حكومات منذ عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه. احنا اخرى، احنا احزاب اخرى، الى نجحنا نجحنا جميع، والى فشلنا فشلنا جميع. ما يمكنش نتوما ديروا لنا بواحد النوع ديال مقاربه سحريه انكم مساهمين في حكومات، خاصه هذه الحكومتين الاخيرتين اللي دازوا قبل منكم، وانهم فشلوا ولكن نتوما نجحتوا. سبحان الله العظيم، في الوقت اللي المسؤوليه في الحكومات هي مسؤوليه جماعيه، فبالتالي اما اننا نجحنا جميع اما اننا فشلنا جميع. بركه ما تكلفوا المغاربه. ولما كتقولوا لنا اننا خصنا نبقاو في البرلمان باش نتناقشوا معاكم، ما كتذكروش نتوما لمده سنوات في الحكومه الاخيره قبل منكم كل سبت وحد كتمشيو تنظموا التجمعات وكتضربوا في الحكومه اللي نتوما طرف فيها، وكتعكسوا كل ما تقوم به هذه الحكومه؟ تتذكرون ذلك؟ شكونتيو كديروا؟ مع من كنتيو كتخدموا انذاك؟ وانتوما اعضاء في الحكومه وملزمين بالتضامن الحكومي. هادشي كان مباح لكم نتوما انكم تمشيو وتتصلوا وديروا تجمعات وتقولوا كلام حق الحكومه اللي نتوما فيها واللي كتحملوا فيها مسؤوليات اساسيه اساسيه، وباقي اليوم كتقولوا لنا ما داروا والو. وانتوما عندكم فيها الماليه والصناعه والفلاحه والصيد البحري والسياحه والصناعه وما عرفتاش، يعني اساس الحكومات. باقي اليوم كتقولوا لنا حنا هذوك الحكومات ما داروا والو، دخلنا عليكم بالله؟ واش نتوما معقولين؟